يوما بعد آخر تتكشف فظاعة الجريمة التي ارتكبتها المملكة السعودية داخل قنصليتها في اسطنبول، والتي كان ضحيتها الصحفي السعودي جمال خاشقجي. مصادر خاصة تنقل تفاصيل اللحظات الأخيرة التي مر بها خاشقجي مع فريق التحقيق وضلوع ولي العهد السعودي في مجريات الجريمة. من الرياض تولى الطائرتان من نوع جولف ستريم تابعتان لشركة سكاي برايم نقل فريق الجزارين إلى مصر والإمارات من أجل التمويه. انقسم الفريق إلى مجموعتين، أمضت الأولى يوما في القاهرة والأخرى يوما في دبي منتظرين تحضير مسرح الجريمة. مع وصولهم لإسطنبول حجزوا في أحد الفنادق لأربع ليال، لكنهم لم يمضوا فيه إلا أربع ساعات. نزلوا بعدها إلى السوق المصري في إسطنبول لشراء بعض المعدات اللازمة، كان منها حقائب كبيرة. تم استدراج خاشقجي للقنصلية بحجة جهوزية وثائقه، وقبل دخوله بنصف ساعة دخل فريق الإجرام لينصب مقصلته، كما تم تعطيل كاميرات المراقبة في كافة أروقة القنصلية. كان الفريق متعدد الاختصاصات، يضم أمنيين وخبراء تعذيب وتشريح، وكذلك خبراء تصوير وبث مباشر مزودين بدائرة تلفزيونية مغلقة تؤمن التواصل المباشر مع الرياض لنقل مجريات اللحظات الأخيرة من حياة خاشقجي الذي حشر في إحدى القاعات الداخلية لتبدأ مقابلته المباشرة مع ابن سلمان في الرياض. لم تكن جلسة تحقيق واستجواب، بل تقريع واستهزاء تحولت تحت الغضب إلى كيل الشتائم والسباب. أشبع ابن سلمان جشعة، لكن حبه للانتقام لم يشبع بعد، فأوعز لفريق التشريح ببدء عملهم. تم تخدير الضحية وحقنه بمواد خاصة بالتشريح مهمتها تخثير الدماء، ثم قطعوه بمنشار كبير أعد لهذا الغرض حسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر تركية خاصة بها. وزعت أجزاء الجثة على حقائب خاصة، ثم تولت أربع سيارات من القنصلية نقلها إلى أماكن مختلفة من مدينة إسطنبول في محاولة لطمس أي دليل. في اليوم نفسه وعلى متن نفس الطائرتين عاد فريق الجزارين ليمكثوا يوما كاملا في كل من القاهرة ودبي اللتين شكلتا حلقة مهمة في مسلسل الإعداد لجريمة الاغتيال البشعة. بعد يومين من الحادثة ومع الحرج الذي وضع فيه قنصله محمد العتيبي، سمح ابن سلمان بتفتيش القنصلية، كما صرح أخوه الغر خالد بن سلمان بأن كاميرات القنصلية لا تسجل، الأمر الذي يعتبر مخالفة دبلوماسية أمنية لا تغتفر، متناسين أن 150 كاميرا مراقبة تركية كانت تسجل دخول وخروج وتحركات فريق الجزارين. استجر ابن سلمان دبلوماسية المملكة وعلاقاتها الخارجية إلى الهاوية، والجميع يرتقب ماذا ينتظر ابن سلمان ورجاله الخمسة عشر؟